طلب شيوخ ووجهاء ومثقفون حياة الإسحاقي رؤساء مجلس النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات التدخل العاجل لمنع حالة الترهيب وشراء الأصوات التي ينتهجها البعض للتأثير في الانتخابات المقبلة، مؤكدين وقوفهم مع الشخصيات الوطنية التي تحافظ على وحدة البلاد واستقرارها المجتمعي. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، السيد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترم، إننا وباسم عشائر وشيوخ وأهالي ومثقفي ناحية الإسحاقي المتآلفة تحت راية العراق العظيم، وإيمانا منا بالنهج الديمقراطي الحكيم الذي اخترناه سبيل للتغيير نحو الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى، نطالبكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيقاف كل عمليات الابتزاز والتأثير على الناخبين في مناطقنا وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الاجتماعي الذي قدمنا من أجله الكثير وتعاهدنا على حمايته بأرواحنا وبأغلى ما نملك، كما وإننا عازمون بإذن الله سبحانه وتعالى على اختيار الصادقين الأمناء الذين عرفناهم أهلا للثقة بأن يكونوا ممثلين في البرلمان القادم، وهذا عهد الرجال الأوفياء الصادقين الأمناء الحريصين على أهلهم وعشائرهم الكريمة